يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أعيش في فرنسا وقريبا سيصدر قرار بمنع لبس النقاب في الأماكن العامة. سؤاله يقول: ليس لي مال ولا أستطيع أن أهاجر به، وكذلك أنا مريض، فبماذا ينصحني فضيلتكم؟ اتقوا الله ما استطعتم. الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. كل ما تستطيعه من تقوى الله افعله. نعم.